التقرير التالي للزميل محمد أمين يقارن بين انقلاب مصر وانقلاب فنزويلا. كثير من المراقبين كتبوا وربما سيكتبوا لاحقا أن ما جرى في مصر هو نسخة مصرية من الانقلاب الفنزويلي الذي جرى على الرئيس هوغو تشافيز في العام 2002، فكأن الأسماء ترجمت من الفنزويلية للمصرية والأدوار تم تبادلها. ففي العام 1998 انتخب هوغو تشافيز رئيسا بعد سلسلة من الرؤساء الفاسدين الذين حطموا اقتصاد البلاد. تشافيز طالب أن يستعمل النفط الفنزويلي للشعب وليس لأمريكا. أمريكا لم يعجبها ما جرى. Be used to help the Venezuelan people. Well, we didn't like that in the United States. So in 2002, the coup was staged, which is no question in my mind, most other people's minds, that the CIA was behind that coup. The way that that coup was fomented was very reflective of what Kermit Roosevelt had done in Iran, of paying people to go out into the streets to riot, to protest, to say this Chavez is very unpopular. بعد قرارات بتأميم النفط وسلسلة قرارات لصالح الفقراء، بدأت المعارضة ورجال الأعمال يحشدون في الشارع. وفي الفترة من 10 إبريل إلى 15 إبريل 2002 حدثت عدة تطورات سياسية تمثلت في قيام عدة مظاهرات لاتحاد العمال وأحزاب المعارضة، سرعان ما قامت قيادات من الجيش وبعض رجال الأعمال بتوظيفها في الإطاحة بالرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز وتعيين قيادة بديلة له. تدخل الجيش نصب كارمونا تانجا رئيسا لجمهورية فنزويلا. Decisión de presidente de la República de Venezuela. Juro ante Dios todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos restablecer la justicia, la igualdad, la solidaridad. وفي النسخة المصرية، ففي العام 2012 انتخب مرسي رئيسا بعد 30 عاما من حكم الاستبداد في انتخابات هي الأولى ديمقراطيا في مصر، ليصبح الرجل أول رئيس مدني في تاريخ البلاد. وفور بداية عهده طالب مرسي بإعمال الدستور والقانون وكسر احتكار رجال الأعمال للمال ومحاربة الفساد. نحن أمام استحقاق العبور التالي، وأكبر معوق لحركة الاستقرار وحركة النمو والتنمية والنهضة هو الفساد. رشوة لا، محسوبية لا، فساد بظلم للناس لا، تضييع أوقات على الناس لا، تضييع فرص على الوطن لا. فهؤلاء الآن لأنهم حاسين وفاهمين وعارفين إني بفتح الملفات الفاسدة. بفضلك بفضلك بدأ الحشد، قنوات الإعلام ومن يقف خلفها من رجال الأعمال. بدأ الحشد والتحريض ضد مرسي والتخويف والترهيب للمصريين من كوارث قادمة للبلاد إذا استمر مرسي في الحكم. فلا كهرباء ولا ماء، وربما ترتطم الأرض بالسماء. يا جماعة ما يقولنا احنا في مشكلة. لا ابقى عارف يا اخي. يعني على الأقل ما قاعد ببقى يا رب 12 ساعة يا رب 14 ساعة بس يقول لي. الله انا ما بقاش قاعد كده زي الأهبل. لا انا عارف جاي ولا مش جاي، هيتقطع امتى، العيال هتروح المدرسه ولا ما تروحش، العيال اللي بتذاكر في ثانويه عامه والعيال اللي بتذاكر في الجامعه وامي العيان اللي قاعده من غير تكييف وفي الحر وهتموت. الحشد في الشارع والتظاهرات تنوعت بين قوى شبابيه وشعبيه لها مطالب حقيقيه، وبين من تم حشدهم لتمرير مخطط الانقلاب. وكما في النسخة الفنزويلية، حيث نصب عسكر فنزويلا رئيسا مدنيا، اختار العسكر في مصر أن يكملوا نفس السيناريو وأن ينصبوا رئيسا مدنيا. إننا نتطلع إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وقبيل الانقلاب بأيام أدى الجنرال الصلاة مع الرئيس حيث جمع الرجلين بيت الله، فيما كان العسكر قد قرروا نقل الكرسي إلى رئيس غير مرسي. وبعد الصلاة انقلب الجنرال على قسم حفظ الأوطان الذي أداه قبل شهور في قصر الرئيس المغدور. أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون. وفي فنزويلا فبعد الإطاحة بتشافيز مباشرة بدأ القمع والاعتقال، وكان رأي الشارع أن ما حدث خيانة ويجب التظاهر من أجل العودة للشرعية. أأمل أن تكون هذه الخطة بداية لانطلاقة جديدة في مصر. وفور الانتهاء من إعلان الانقلاب أغلقت القنوات وبدأت الاعتقالات للسياسيين والإعلاميين والرجالات. وفي المقابل انتفض الشارع لدعم الشرعية واعتبروا ما جرى خيانة للهوية المصرية. بقول للسيسي انت مش خنت مرسي وبس، انت خنت الشعب المصري كله. اللافت هنا في فيلم الانقلاب الفنزويلي بنسخته المصرية الموقف الأمريكي الواحد، ففي الحالتين تكرر الموقف ذاته في فنزويلا ومصر، حيث رحب الأمريكان بالحكومة المدنية في فنزويلا ورفضوا وصف ما جرى بالانقلاب. We know that the action encouraged by the Chavez government provoked this crisis. The Chavez government suppressed peaceful demonstrations, fired on unarmed peaceful protesters, resulting in 10 killed and 100 wounded. That is what took place, and a transitional civilian government has been installed. في مصر رفضت أمريكا تسمية ما جرى بانقلاب واكتفت بالقول إنها قلقة وتتابع ما يجري. سيدتي هل تعتقدين أن هذا انقلاب عسكري وتعرفين أن الرئيس حذر في وقت سابق؟ هذا وضع متحرك ونراقبه بشكل دقيق، ليست لدي أي إثبات عن هذه التقارير التي أشارت لذلك. وبالعودة للحكاية الفنزويلية بنسختها المصرية، فقد أعلن مستشار الرئيس المصري عصام الحداد أن ما جرى هو انقلاب رغم أنه جاء بوجوه مدنية. وفي فنزويلا تحدثت مستشارة شافيز بصراحة أن الانقلاب هو الذي أخرج الرئيس من الساحة. وفي نهاية الحدوتة أو الحكاية الفنزويلية أعلن شافيز الانتصار وأبهر الأنظار. فكيف ستكون نهاية الحدوتة المصرية ومتى سيلقي الرئيس خطاب النصر في الميادين التي انتفضت دعما للشرعية؟